ما بتعرف. لا هذا هلا شفت هلا ايش؟ بيجوا شوف الكريستال بحال محل ثاني. بتعرف اول شيء على النسيج، ندور على النسيج، عرفنا على النسيج. شفنا الاجوبه الدرافيه الطبيعيه صح ولا لا؟ طبعا في من هون. بعدين شفنا مناطق في تليف موجوده. هون في نزل. كنا هدول بنسميهم تبدلات تنفسيه بتصير بالضرب. تمام؟ عم تتحرك شوي شوي، بعدين صرت عم شوف هدول. تمام؟ كمان ما حبيته منهم. شوف هدول بقى، شو هدول؟ هدول الكريستال. تمام؟ شو التشخيص لكان؟ شو التشخيص؟ كولسترول كريستالز بدها تعرف. حدا عنده مشكلة فيها؟ عفوا بس في طلاب الفئة اللي قبل سألوا بأي منطقة من الدرق تتوضأ؟ ما الدرق نسيج متجانس يعني ما في قشر ولب وهيك. أي خلوها ببعضها هذيك العقدة الفاضية. ناس كانوا يقولوا إنه داخل جراب داخل هي منطقة برا بالخلال صار هون تليف وتوضعوا هذول. تليف بتعرفوا شو يعني تليف؟ يعني تراكم الالياف تبع النسيج الضامن اللي عندكم في جنب التأثير. هاي كيف بيأثروا على وظيفة الدرق؟ هون مخبريا بقى بتقيمي وظيفة الدرق، تقيم مخبريا بمعايرات دموية بتاخذوها بالكيمياء الحيوية. هي نتيجة الآفة الموجودة، في آفة موجودة فضلت لفترة طويلة موجودة، يعني ممكن يكون مثلا مريضة عندها عدة عقب بالدرق وعندها فرط نشاط وهذا الشيء مثلا، هي ما لها علاقة، هي بس إنه نتيجة لأذية صارت. بس كمان هون في فكرة ما كثير عم يستوعبوها، إنه في شغلات تشخص فقط وتأكيد تشخيصها بالخزعة، وفي امراض ثانيه. الدكتور هون ليش ما اعطاكم تبع الشرايين التصلب العصيدي؟ التصلب العصيدي لانه لا يشخص الخزعه صح، في طرق تشخيصيه اخرى. فهون التاكيد على الامراض التي تشخص بالخزعه. شو عم نشوف هلا احنا؟ تمام، شايفين جدارة؟ اوكي، رح تحاول وين اللامينا بروبيان دور؟ هون هون، يعني مو دائما منتشر، احيانا بوقع فوق، هي اللامينا بروبيان شو فيها؟ فومي سيلز، رح تكبر شو فيها شايفينهم؟ هذا عنده مشكلة فيهم؟ اوكي، مثلا هلا هون منطقة تحتها شايفينهم الجماعة عاملين شو بوليك صغير شايفينهم؟ كيف الرغوة موجودة؟ هذا عنده مشكلة فيها الكوليسترول؟ كيف بيطلع تقريب أبعاد شوي؟ شو أبعاد يعني؟ يعني تبين كلها مثل ما كنا نشوفها بعدين كنا نشوفها بالنسبة للجدار مع هاي هي أصغر هذا أصغر شيء. إي هلا أنت بمساحتك أنت بمساحتك رح تشوف الجدار أكثر مني. احنا بنفحص دكتور شكرا اذا كان هذه مقرر شو نسوي شو انت مسؤول عن فحص السلايدات انت اللي بتحطيهم وانت قاعد على الكاميرا انت قاعد لحالك معك سلايداتك مرقمين سلايداتك قاعد تحطي تشوفي تكتبي ريبورتاتك النتائج تبعك ما حدا بيحكي تمام يعني مو انا رح احط الساحه ولا حدا اللي بعده شو نسيج اوكي شفنا خلايا كبديه دول خلايا المضلعين كانه هون في مسافه بابيه صح ولا لا؟ هي مسافه هون مسافه احسن تبع على شوي شايفينها؟ هاي القناة هاي الخلايا الكبدية طب هدول شو هدول؟ تشحم هدول تشحم فاتي تشينجز ان ذا ليفر
شايفين كيف؟ تعبت الخلية والنواة غالبا النواة بتكون توضعها محيطي صح مصوية اوكي في شيء؟ اتوقع ما في شيء اخر واحد وهي سلايد مفروض يكون سهل رغم انه بعض الطلاب لما يجيهم بالفحص بيصيروا يولدوا اخضر مفاوية هي اخضر مفاوية شايفينها؟ هي حدودها هي المحفظة تبعها طبعا في شحن برا فتنا لجواتها صرت عم شوف خلايا شحنية موجودة ما هي انتهت العقل حط على واحدة تانية عقل هي مثلا هي المحفظة بجواتها صرت عم شوف هدول الخلايا الشحميات الموجودين هذا الفات اكيوميليشن الدم الاحمر شو بيكون هذا الاحمر؟ نزل هلا فيكم تشوفون على المجاهر